السلام عليكم، مرحبا بكم في تتمة الدورة التكوينية الخاصة بجوجل داتا ستوديو. يواجه العديد من الخبراء التسويق العديد من الصعوبات في الوصول إلى البيانات وفهمها وتحليلها، بسبب ذلك يفشل معظمهم في إبلاغ زبنائهم ببيانات ذات مصداقية وموثوقة. حسنا، إذن البيانات جانب مهم من جوانب العملاء المرتبط بمجموعة من المجالات، من مجال التسويق الناجح إلى شركات تصميم المواقع. واليوم بفضل الأدوات التحليلية المختلفة، فالحصول على البيانات ليس بذلك الأمر الصعب، لكن فهم هذه البيانات وتحليلها وتصورها يعطي سهولة للمؤسسات والشركات في الحصول على نظرة ثاقبة لأعمال عملائها. إذن فجوجل داتا ستوديو تقوم بهذه المهمة عبر تقديم جميع التقارير التحليلية القيمية المضمنة في جدول الإكسل وتحويلها إلى صفحات تفاعلية تساعدنا في فهم هذه البيانات بطريقة رائعة وجيدة. إذن ما هو جوجل داتا ستوديو؟ جوجل داتا ستوديو بكل بساطة هو إحدى أكثر الأدوات الجيدة والفعالة في إعداد التقارير، والتي تسمح بتحويل التحليلات الزبناء إذا كانت شركة أو مؤسسة إلى تقارير تفاعلية سهلة الفهم من خلال عرضها بشكل مرئي. أنشأتها جوجل في 15 مارس 2016 كجزء من مجموعة جوجل أناليتيك، وفي ماي 2016 أصبحت جوجل مجانية للاستخدام للأفراد والجماعات. يمكنك بسهولة تعديل التقارير من خلال جوجل ستوديو ومشاركتها مع زبنائك وفريق عملك. ببساطة، فجوجل داتا ستوديو يسمح لك بتحويل البيانات إلى تقارير يستطيع أي إنسان فك رموزها بسهولة. من مميزات جوجل داتا ستوديو، يمكن إنشاء بياناتك من خلال رسوم تفاعلية وجداول عالية الدقة والوضوح، سهولة الاتصال بمجموعة من مصادر البيانات المتنوعة، تشارك أفكارك مع فريقك والعالم، التعاون في إعداد التقارير مع فريقك، تسريع عملية إنشاء التقارير الخاصة بك مع الحصول على نماذج مضمنة في جوجل داتا ستوديو. مصادر جوجل داتا ستوديو: من المميزات الفريدة لجوجل داتا ستوديو توفره على ما يصل إلى 12 مصدرا مختلفا للبيانات التي يمكنك دمجها في تقاريرك. هذا يعني أنه يمكنك سحب البيانات من عدة منصات مهمة، ومن بين هذه المنصات نجد منصة جوجل للتسويق، جوجل ماركتينج بلاتفورم برودكت، مثل جوجل أدز وجوجل أناليتيك. المجموعة الثانية تضم منتجات جوجل الاستهلاكية، جوجل كونسومر برودكت، مثل جداول البيانات ويوتيوب والسيرش كونسول. ثم المجموعة الثالثة تضم قواعد البيانات، داتا بارز، مثل البيك كويري والميسكل. ثم المجموعة الرابعة تضم ملفات البيانات القابلة للتحميل، مثل الإكسل وجوجل كلود ستوراج. المجموعة الخامسة تضم منصات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك، ريديت، تويتر إلى غير ذلك. وشكرا لتتبعكم.